أكثر من 700 مشارك يمثلون فعاليات المجتمع المدني داخل وخارج البلاد في جلسات وطنية تكوينية، جلسات تجسد مسعى رئيس الجمهورية في إشراك دور المجتمع المدني ضمن مجالات الحياة العامة. السيد رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جميع مجالات الحياة العامة، واليوم الجزائر تزخر بمجتمع مدني قوي وفعال، فهذه الجلسات ستكون فرصة للتشاور وأيضا الخروج بتوصيات والخروج بمقترحات هامة. ورشات تكوينية ستتاح فيها الفرصة لمختلف تمثيلات المجتمع المدني للاحتكاك بخبراء واكتساب مبادئ العمل الجمعوي والمشاركة في اتخاذ القرار. التكوين عبر الورشات التي بعناوين أربعة مختلفة، منها الديمقراطية التشاركية، منها مؤسسة العمل الجمعوي، منها أيضا الرقي بالعمل الجمعوي فيما يخدم مصلحة البلاد خاصة التنمية. الديمقراطية التشاركية وإيصال صوت المواطن لدى المسؤول، ذلك ما تسعى إليه جل الجمعيات بما في ذلك المحلية. الذي ننتظره من المرصد أن يسمع إلى اقتراحات التي نقترحها في قانون الولاية، في قانون البلدية، أن يكون ضمن الديمقراطية التشاركية موجودين في كل مكان، المسؤولين أن ينصت المسؤول للمجتمع المدني. لماذا؟ لأننا لا نمثل أنفسنا، نحن نمثل المجتمع المدني. تجسيد الديمقراطية التشاركية خاصة من خلال إدراج آراء واقتراحات المواطنين. الجلسات الوطنية للمجتمع المدني محطة يعمل من خلالها المرصد الوطني للمجتمع المدني على تقييم أدائه الميداني ودراسة الآليات لتعزيز دوره كشريك أساسي في صياغة السياسات العمومية.